طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اسمي أخوة، اسمي محمد علي، أصل بحمد، ساكن في حي القدس. وصافي أنا يعني شفت خبر فيسبوك يعني بدي بلا الكاميرا السرية بدي تتحلات وكذا. مشيت مع أصحابي، مشينا بزاف بينا، مشينا وكنا على الله شبالنا الطريق، بقينا ماشي لجلانة وتنعرف الظلام والغابة ويعني خاطر أخوة، ولكن أخوة تنعرف يعني الحلم. بقينا ماشيين الطريق ووصلنا تما، يعني نقول لك جوج الليل وصلنا تما تاني جوايه 8 الصباح. عاد كملنا رجلنا عاوتاني تا دخلت بن يونس، دخلنا يعني السلطه ديالنا الصراحه تعاملوا معنا والله يكملهم بخير والله يتسهل عليهم. ودخلنا تما، دخلنا قهوه، بداو علينا بديك قنابل غاز مسيل للدموع، ضربونا بورات سبان شات محقرات نعرف الاخوه ديالي. ويا هذيك دخلنا تما وما بقى ديك السيده تما كانوا كيجريوها زونا سيبونا ضربونا تما، وتعرضنا لجميع انواع العنف اخاوي، لو ان بالهضره بالضرب اي حاجه. وسما صحابي كانوا جات فيهم الضربه، اللي جات ضربه في عينه واللي جات ضربه في وجهه، اللي ما نقدرش نقول لك شنو وقع له تما. من تما تفرقنا، وكانوا معايا شي دراري من مرز بزاف بينا يحيى وخات خانا موعد، تفرقنا ما عرفتش فين مشاو. انا بقيت ساطم وحديتي، بقيت دهشه خفت مع ديك الضربه في طاري وفي يدي طاح لي. ما بغيتش نصوني الوالده نقول لها شنو وقع لي، سي عارف حاله ضعيفه خاوه الوالده عنقلعه وما نقدرش نشوف يما ديالي كتبكي، سي عارف. والوالد ما جبتش كيش نعمل تواصل مع شبا يقول لي اش مشيتي وعيلومني، سي عارف من حقه. وديك الساعه بقيت تما، يعني بقيت تما ليله، بقيت تما نهار كامل في الزنقه وليله في الزنقه، وسي عارف شنو كيوقع في الزنقه خاوه، يعني تقدر تعرض اي مع الخطر وديك الشيء. وبقيت تما في الزنقه وربي سهل عليا. جا عندي واحد الراجل عبد السلام الله يذكره بالخير، جا عندي قال لي ش عندك عالي، ش كتخليني في الزنقه، شني كتعمل با كيفتش عليك يما كتفتش عليك. قلت له هنايا، قلت له ما رجعش. قال لي ارجع صاحبي، رجع عندي يماك وباك. جبني واحد الحاله يعني لا يرثى لها، شرى لي واحد قريعه الماء طاني ناكل يا عليا. لا لا قلت له ما نقدرش يما، تقول لي ش عندك تشوفني بهذه الحاله ما نقدرش. المهم بقى عليا لا لا، قلت له لا والو، كنتغنوا انا وياه بحال هكذا. قال لي لا انا نحاول نهضر مع باك ونحاول نهضر مع يمك، ما تبقاش هنا في الزنقه، راه عاد زيد تعرض للاداء وتي نعرف راه بوحديتك انا راه مقطوع من الشجره، ما كاين لا حل لا رحيم لا والو. قلت له صافي يا عمو امشي، ولكن ما تقوم با ما تقوم ماما والو، تي نعرف اللي شافتني ماما في ديك الحاله تقول ليش عندك. شبرت ما جبرتش الحال، كيفاش نعمل، كنقول كيفاش انا من كيفاش انا من يعني نوضح للوالده هذا اللي وقع لي بلا ما تعرفني، يعني مشيت تما يعني تعرضت لك الاداء تما. السلطه الاسبانيه ما رحموناش صراحه، يعني كيضربوا ماشي يعني ما يعني بلا رحمه، يعني ضربه دلع عنف يعني لا رحمه. واخا تجيب له يماه في ديك اللقطه يضربه وما يفطنش براسه، يعني الضربه ماشي واخا يكون شكون ما كان، واخا او ما كانوا معايا مينوري صغارين ليا، يعني احنا كاملين بينا خوت، يعني ماشي عنصريه ما بعطيتنا، كانوا معايا مينوريس يعني ضربوهم تخايت تطلو في وجهه، يعني ما رحموش يعني خروج، يعني انت ما محموش هنا يعني فويره يعني هراب، يعني مشي بحالك يعني جراو علينا. المهم شي حاجه ما عمركم شفتوها يعني ماشي شنا شي حاجه، شنا الجاحم، شنا الجاحم يعني العنف، يعني تشوف الطفل الصغير يعني طالع يهاجر على ما تساعد يا خاوه، راه ما تقدرش تساعد، راه ضربوا ماشي ضربوا ضربوا. وعاد كيتسمعوا كينو حكي بكي ماشي، وما الغالب الله شعاتم. قلت لك اخويا يا هذيك عاوني راجل، قال لي لا، قلت له عمو انا ما نمشيش. قال لي لا انا نهضر مع يماك وباك. بقيت كنفكر كيفاش نعمل نتهرب، يعني ما تصعيقش بيا الوالده. قالت لي ش عندك تبقى عليك هادشي هذا؟ قلت لها ما ديالي ما ش غنقول لك انا، يعني تخوت عين عميده وزدت ضربه في ظهري، ولكن هذيك ما استوعبتهاش. قالت لي ما يمكنش تدخل العام يعني ماشي غارق ويوقع عليك هادشي هذا. قلت لها ما هادشي اللي طال. قالت لي لا كاس كذب. قالت لي واش خوفا من شي حاجه، واش كيدوك شي حاجه؟ قلت لها لا والو ما كاينه والو. صداقية هذيك اخاوه يعني قالت لي يلا الطبيب. قلت لها ما نقدرش، جيت النهار الخميس عاد جيت، عاد جابني ديك الراجل الله يذكره بالخير عبد السلام، جابني مسكين صند الدار
يعني وصلني قال لي صافي انا نتكلم بالامر ديالك ونحاول نوضح نباك ويا خور وديك شيء وما يقول لك والو يكون خير ان شاء الله. بقيت ما يعني واحد الحال لا يرسل ما قدرتش تمشي صح انت كتشوف اخاها اه راه انت راه انت كلشي حدا عينك يعني ماشي خبات عليك شي حاجه. الحاله الصحيه ديالك دابا شنو؟ انا شنقول لك الحاله الصحيه ديالي حاليا مدهوره يعني ماشي تنسمك ما مستقراش يعني مدهوره سيني كتشوف كنهضر معاك اخاو بالدرع ماشي يعني شنقول لك يعني في اللي باش كنهضر معاك دابا في ست خوت يعني كنهضر على حق الاطفال كاملين ماشي لا حقي انا يعني اي طفل خصو يدي حقه في داكشي هذا كتسيني كتشوف اخاو شحال من واحد كلا في صحته ها اللي مات ها اللي تضرب ها اللي راه شنقول لك يعني حاله لا يرثى لها. شنو الحالات اللي شتيها ديال العتوبه؟ الحالات شفت اخاوي كيضربوا بالزراوط غاز مسيل الدم الحقره يهزك يسيبك من فوق السور وبلا رحمه يعني بحال حيوان حاشا كاع شي وريني ما يرحمكش راه ما يرحمكش يعني سيبك يعني منك من الله والسلام حقك عند الله على شي. الصوره اللي كنتو كتشوفو اه كامل كنا كنشوفو ديك الاسبانيا يعني احسن بلاد يرحبوا بينا لا والو لا شي داكشي ما كايناش. كنطالب اخواتي هناك كتشوف حقي بالسالم كنطالب حقي هاتيني كتشوف الحاله الحاله اش نقول لك الحاله مختصر لك باختصار اخواتي باش ما نكثرش عليك الحاله ضعيفه هاتيني عارف الوالدين لا قد الحال الوالده راه بس بايز ما كتخدمش اخواتي حدا ثاني تقدر تكالي خوتي الوالد يعني حارس ليلي وبوبري ما عمرو خلى لي ناقص من شي حاجه الحمد لله كيتعاب كيدمر يعني الوالد كيجيبه ماشي يعني الحمد لله عمرو خلى ناقص حاجه ولا ولكن الناس عارف الحلم اخاوي يعني اصطام داكشي هذا كامل يعني حسبته ما كايناش اصطام ثاني نحقق الحلم ديالي اخاوي يعني انا اعتزت للدراسه قعدت شحال هادي ورجعت كنقرا في الليستيه وانا قريت اخاوي عند قرايه وبارح كان عندي امتحان 16 وقع لي هاد المشكل هذا ثاني كتشوف ما مشيتش يعني عند قرايه مشى لي في الخاوي يعني عاد تخيل انا عام وانا كنقرا وانا كنشاهد وكنتعب وشحال فيا بكري وشحال دم مخصور ومركب والوالد بوري حاله ضعيفه كيخلص لي التاكسي كل نهار باش يزاد الترامبيا التاكسي الترامبيا كتوصل معطله وكتجيبها ما كتجيش كنخرج معطل خصني التاكسي يعني الاقل التاكسي كنمشي نتما او تني كتشوف حاله ضعيفه على شي ورد ديال طلبوا لنا 5500 درهم سكانر كبير وسكانر صغير الاقل 3000 درهم يعني والتطبيق 2000 درهم يعني ما عقلكش تقول له كريدي او لا يعني مسبقا بالعام لا والو كاش على شي عندك تسوى ما عندكش يعني يقول لك سمح لي ما يخسر عليك والو. النصيحه اللي تقدر توجه للشباب اللي عندهم قلب النصيحه اش نقول لكم اخوتي راه اسبانيا ماشي كيما كتشوفوها في ديك الصوره اسبانيا راه ما كتعطيش كل شيء عندك توصل ما عندك شي ريح بلادك بركه عليك واش نقول لك حنا عندنا احسن ملك اخاو وبلاد ديالنا احسن بلاد احسن بلاد اخاو ولا كانت عندك والحمد لله تعاملوا معايا في الطبيب ما الله يذكرهم بالخير والله يزيدهم الله يكثر خيرهم اخاو تعاملوا معايا لا من ناحيه تخيل كلمه حلوه يعني عطاوها لينا يعني ما حقرونيش ولا شي حاجه والله ينصر سيدنا والسلام اخواتي ما نقول لك على شي.